لا يجوز تعظيم المبتدعة والثناء عليهم ولو كان عندهم شيء من الحق، لأن مدحهم والثناء عليهم يروج بدعتهم ويجعل المبتدعة في صفوف المقتدى بهم من رجالات هذه الأمة. والسلف حذرونا من الثقة بالمبتدعة ومن الثناء عليهم ومن مجالستهم، وفي بعض أقوالهم يقولون من جلس إلى مبتدع فقد أعان على هدم السنة، فالمبتدعة يجب التحذير منهم ويجب الابتعاد عنهم، ولو كان عندهم شيء من الحق، فإن غالب الضلال لا يخلون من شيء من الحق، ولكن ما دام عندهم ابتداع وعندهم مخالفات وعندهم أفكار سيئة فلا يجوز الثناء عليهم ولا يجوز مدحهم ولا يجوز التغاضي عن بدعتهم، لأن في هذا ترويجا للبدعة وتهويلا من أمر السنة، وبهذه الطريقة يظهر المبتدعة ويكونون قادة للأمة لا قدر الله. الواجب التحذير منهم. وفي أئمة السنة الذين ليس عندهم ابتداع في كل عصر ولله الحمد فيهم الكفاية للأمة وهم القدوة، فالواجب اتباع المستقيم على السنة الذي ليس عنده بدعة، وأما المبتدع فالواجب التحذير منه والتشنيع عليه حتى يحذره الناس وحتى ينقمع هو وأتباعه. وأما كون عنده شيء من الحق فهذا لا يبرر الثناء عليه، لأن المضرة التي تحصل بالثناء عليه أكثر من المصلحة بما عنده من الحق. ومعلوم أن قاعدة في الدين أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وفي معاداة المبتدع درء مفسدة عن الأمة ترجع على ما عنده من المصلحة المزعومة إن كان. ولو أخذنا بهذا المبدأ لم يضلل أحد ولم يبدع أحد، لأنه ما من مبتدع إلا وعنده شيء من الحق وعنده شيء من الالتزام. المبتدع ليس كافرا محضا ولا مخالفا للشريعة كلها، وإنما هو مبتدع في بعض الأمور أو في غالب الأمور، وخصوصا إذا كان الابتداع في العقيدة وفي المنهج فإن الأمر خطير، لأن هذا يصبح قدوة ومن حينئذ تنتشر البدع في الأمة وينشط المبتدعة في ترويج بدعهم. فهذا الذي يمدح المبتدعة ويشبه على الناس بما عندهم من الحق هذا أحد أمرين: إما أنه جاهل بأمر البدعة وجاهل بمنهج السلف وموقفهم من المبتدعة، وهذا الجاهل لا يجوز أن يتكلم ولا يجوز للمسلمين أن يستمعونه، وإما أنه مغرض أنه يعرف خطر البدعة ويعرف خطر المبتدعة ولكنه مغرض يريد أن يروج للبدعة. فعلى كل حال هذا أمر خطير، هذا أمر لا يجوز، ولا يجوز التساهل في البدعة وأهلها مهما كان. نعم.